قرأت من قبل حكاية لطيفة ومهمة جدا. وقت ما السير أليكس فيرجسون منحك شارة القيادة لفريق مانشستر يونايتد وزارك في المنزل، كثير من الجماهير جماهير الكرة ما تعرفش هذه القصة وما سمعتش عنها من قبل، نحب نسمعها منك. نعم، تلقيت مكالمة هاتفية من السير أليكس فيرجسون وقال لي هل أستطيع أن أزورك في منزلك؟ قلت بالطبع. لم أكن أعرف ماذا يريد، ولكن حينما زارني سلم علي وعلى أطفالي وعلى زوجتي وقال، ونحن نتناول الشاي قال لي ستيف، أنا حضرت للقائد الجديد وسيكون أنت. بالطبع أنا كنت سعيد جدا في أعلى درجات السرور، ولكن لأجد السير أليكس فيرجسون أمامي في بيتي ولا أعرف لماذا، وأتى ليخبرني هذا الخبر، كان أسعد خبر في حياتي.